عقد وزير الخارجية سامح شكري استمرار مصر في دعمها لجهود مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، خاصة مع ما يشهده العالم من تصاعد للأزمات دوليا وإقليميا. جاء ذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية مارتن جريفث، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وذلك خلال زيارته الحالية إلى جنيف، حيث أكد المسؤول الأممي على ما تمثله القاهرة من مركز هام لدعم الجهود الإنسانية الأممية في العديد من مناطق الأزمات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حل للأزمة في السودان وتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للشعب السوداني، فضلا عن استقبالها للوافدين السودانيين.